طبعا سلمى، الفقره الطبيه يلي دائما نحن بننطرها كثير لانه في كثير اسئله طبعا وكثير استفسارات سواء بيننا او سواء الناس اللي تواصلت معنا على صفحتنا على الفيسبوك. واليوم تحديدا رح نحكي عن هرمون البرولاكتين واهميته بالجسم، اختلاله من زياده او نقصان شو بيسبب. اكيد فرح، ومثل ما بنعرف اي هرمون بالجسم اذا زاد او قل فبالنتيجه ممكن يعطي كثير اثار سلبيه على الجسم. لهيك اليوم رح نتعرف اكثر على هرمون البرولاكتين، اثاره واختلاله بجسم شو ممكن يعمل. كل هالاسئله رح نطرحها على ضيفتنا الدكتوره سوسن خليل، اختصاصيه غدد سم وسكري. يسعد صباحك دكتوره سوسن، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، صباح الخير. يسعد صباحك مره ثانيه دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. خلينا نعرف بالاول هرمون البرولاكتين شو هو وشو اهميته للجسم. هرمون البرولاكتين هو هرمون أو بروتين يفرز من الغدة النخامية، القسم الأمامي من الغدة النخامية. كلنا حكينا سابقاً أنه الغدة النخامية هي الغدة الماستر أو الزعيمة اللي بتسيطر على كل هرمونات الجسم. هي متوضعة بقاع الدماغ خلف الأنف، جذر الأنف، أوكي؟ فإذاً تحت التصلب البصري، هذا الهرمون يفرز بشكل كامل من الغدة النخامية. في دراسات بتقول إنه بيفرز بشكل بسيط من الرحم أو المشيمة. هلأ دوره بجسم الإنسان، الناس بتفكر إنه اسمه هرمون الحليب، فإذاً هو خاص بالنساء وخاص بالإرضاع. طبعاً هو وظيفته الأساسية هي الإرضاع، ولكن يؤثر له دور حتى عند الرجال ويؤثر على الصحة الجسمية والصحة الجنسية عند الطرفين. طيب دكتورة سوسن، خلينا نحكي كيف الشخص بيعرف انه هو عم بيعاني او في اختلال بهرمون البرولاكتين، لانه كثير اشخاص مثلا الشائع عند العالم انه إذا تغير شيء هون معناته عندي الغدة، هذا اللي حافظينه عن الغدد. أما باقي الأمور ما كتير العالم تعرف فيها، فأنا شو كيف بعرف؟ هلأ الأعراض بشكل عام ممكن أنه يجيني مريض ما عنده أي أعراض، ولكن الأعراض بشكل عام في عندي أعراض عند السيدات وأعراض يعني عند الإناث وأعراض عند الذكور. أكثر أعراض بنشوفها عند الإناث هي تباعد الطموث، يعني بتقلك ما عاد اجتني الدوره، وخاصه ممكن تكون بنت لساتها اوكي او سيده، بتلاقي انه الطموث قلت وتباعدت. هي اول عرض واشيع عرض. ممكن تحس بالم بالثدي او احتقان بالثدي او ثر ماده نحن بنسميها جلاكتوريا، ثر حليب ولكن هي ليست حليب، اوكي؟ هي بالنسبه للسيدات. بالنسبة للذكور عندي أعراض تانية تتعلق بالصحة الجنسية، ممكن يصير عندهم ضعف انتصاب، ممكن يصير عنانة، ممكن يصير عند الجنسين شيء بنسميه الليبيدو، نقص بالليبيدو أو نقص بالشهوة الجنسية، يعني برود جنسي عند الجنسين. هلأ الأهم شيء هو العقم، يعني نحن لما نلاقي عقم عند الذكور أو عند الإناث فورا بنعمل له تحليل هرمون البرولاكتين. فاذا ممكن ما يكون عندي ولا اعراض وممكن يصير عندي اعراض يلي حكيناها. دكتوره في اسباب معينه لاختلال هذا الهرمون او لا؟ هلا كل شيء بجسم الانسان مثل ما تفضلت سلمى، كل شيء بجسم الانسان له مقدار سبحان الله، يعني الشوارد له مقدار، الهرمونات له مقدار. اذا نقص بيعمل لي مشاكل واذا زاد بيعمل لي مشاكل. هلا اسباب النقص، اشياء سبب للنقص، النقص طبعا ما بنحس فيه لانه هو هرمون الارضاع. امتى بنحس فيه؟ لما وحده ولدت صار عندها نزف شديد، بصير عندها بعد النزف متلازمه شهان، هاي بتتموت الغده النخاميه، بتقوم بتقلك انا ما قدرت رضع، ما عندي حليب، وراحت الدوره ما عادت رجعت، يعني خلص ما عاد في دوره ابدا طول عمرها. هاي بصير عندها قصور نخامه شامل. فاذا اي سبب بيسبب لي قصور نخامه شامل، هاي نحن حكينا اشياء شيء، ولكن اي سبب سواء اورام او التهابات بالنخامه او تدرن بالنخامه، يعني سل او اي سبب بيسوي لي نقص. اما الاسباب اللي بتسوي لي زياده بهرمون النمو، في عندي ممكن اقسمها لعده اقسام. اسباب الفيزيولوجيه، الفيزيولوجيه يعني الحمل والارضاع هو اشيع سبب. يعني بالحمل ممكن يوصل هرمون نمو لل 400 بالثلث الثالث من الحمل. الارضاع بيرتفع هرمون نمو بشكل فيزيولوجي، هذا ما بده علاج. النوم بيرفع هرمون نمو، ستريس القلق بيرفع هرمون نمو، الاكسرسايز يعني التمارين الرياضيه ترفع هرمون النمو. هلا الاسباب المرضيه يلي
اكثر شيء بخافوا منه الناس هو الورم تبع هرمون الحليب سوري هرمون البرولاكتين. بصير الخلايا المفرزه لا الهرمون البرولاكتين بالدماغ بالنخامه بتتكاثر وبتشكل لي ورم. الورم عاده ولحسن الحظ صغير اقل من 1 سنتي بنسميه مايكرو ادينوما يعني صغير اوكي. هذا الورم بالنخامه. اما الاسباب الخارج المرضيه قصور الدرق بيترافق مع فرط هرمون البرولاكتين. قصور الكبد بيترافق مع فرط هرمون البرولاكتين. بنلاقي تشمع بالنهايه بنلاقي الذكور صار عندهم تسدي بسبب فرط هرمون البرولاكتين. قصور الكليه كمان بيسوي لي لانه طبعا كل الهرمونات وكل شيء بالجسم يستقلب بالكبد ويطرح عن طريق الكليه. فاذا اي مشاكل بالكبد وبالكليه ممكن المبيض المتعدد الكيسات ممكن يسوي لي فرط بهرمون البرولاكتين. هلا في عندي لسه اسباب دوائيه بتسبب فرط. الناس اللي بتاخذ ادويه اكتئاب، الناس اللي بتاخذ ادويه اختلاج، والادويه الشائعه كثير يلي الناس ما بينتبهوا لها هي ادويه المعده والجهاز الهضمي، ادويه السيميتيدين الرانيتيدين اللي كنا نعطيها لحموضه المعده سابقا كلها بتسوي لنا ارتفاع بهرمون البرولاكتين. هلا حاليا ادويه الغثيان والاقياء سواء الدومبريدون والميتوكلوبرامايد كلها بتسوي فرط هرمون البرولاكتين. ادويه الكولون طبعا على المدى البعيد انا لما يجيني مريض عنده اقياء بسبب مثلا انسمام غذائي اعطيه يومين ثلاثه ما بياثر، ولكن على المدى البعيد ممكن يرفع لي هرمون البرولاكتين. الاستروجينات موانع الحمل بترفع هرمون البرولاكتين. كل هالامور في ادويه اخرى ادويه الرافعات الضغط خافضات الضغط عند الكبار ممكن بعضها يرفع لي هرمون البرولاكتين. المورفينات كل هاي الادويه ادويه الاكثر شيء بنشوفه ادويه الكولون العصبي لانه شائع كثير بياخذوا شيء اسمه داماتيل وسولبريد هذا بيرفع معروف انه بيرفع هرمون البرولاكتين. يعني دكتوره مثل ما حكيتي في كثير اسباب وبنفس الوقت في كثير محفزات ممكن ترفع هذا الهرمون. طيب في اشخاص بنشوفهم عندهم يا دائم يعني بيقول لك انا عم بتعالج منه بس لفتره طويله، هو قد ايه الحد الطبيعي للعلاج لحتى يرجع الشخص وخصوصا اذا عم ياخذوا ادويه؟ خلينا نحكي قد ايه الحد الطبيعي ليبلش يرجع للشكل الاعتيادي يعني. هلا نحن اذا كان اسبابه واضحه مثلا قصور الدرق بنعالج قصور الدرق. اذا كان مثلا فشل كلوي ولا قصور كلوي ولا قصور كبدي بنعالج السبب. اذا عم ياخذ ادويه بنقول له يترك الدواء تحت استشاره طبيبه المعالج. طبعا انا ما بقول لمريض اترك دواء نفسي ابدا، بده يروح على طبيب المعالج تبعه ويبدل له الدواء ويعالجه. اما اذا كان ورم على حساب الخلايا المفرزه لهرمون الحليب بالدماغ هذا علاجه لحسن الحظ دوائي، ولكن في ناس بنحتاج انه نحطهم سنوات على العلاج. في ناس بيكون اذا عملنا لهم تصوير رنين مغناطيسي ولقينا في ورم كبير اكثر من 3 سنتي او ما تحسن على العلاج او عامل لهم اعراض انضغاطيه. كيف الاعراض الانضغاطيه؟ اعراض ورم دماغ. قلنا انه الخلايا النخامه فوق التصالب البصري، فاذا لما يصير عندنا ورم رح يصير عندهم مشكله بالرؤيه، بصيروا بشوفوا هيك ما بشوفوا لا الجانبين، هي اسمها خلل بالساحه البصريه. بصير عندهم غثيات الصداع. هدول ممكن وقتها نلجا للجراحه. هي حالات بسيطه. عاده 90% من اورام البرولاكتين تشفى بالعلاج الدوائي كبرغولين ولا البارلوديل بروموكريبتين، هذا الدواء القديم، هلا الكبرغولين عم نعطيه. طيب دكتوره في حال اهمال خلل هذا الهرمون من قبل السيده او الرجل لوين ممكن يودينا؟ هلا الاهمال مثل ما قلت لك اسباب كثيره، اذا اهملوا تماما وكبر الورم وقتها بده يودينا الى الجراحه الاستئصال مثل ما حكينا، وبيودينا الى الاختلاطات يلي هي على الصحه الانجابيه، بصير عندهم عقم، بصير عندهم مشاكل بالدوره، بياثر على كل الهرمونات الجنسيه. طيب الدكتوره دائما بيسالوا انه في بعض الامراض بيكون هيك في لها نصائح معينه ان كان بالصحه الغذائيه ان كان بنمط الحياه، هل هدول بينطبق على اللي عندهم مشكله بهرمون البرولاكتين او لا هن بس علاجهم بالادويه؟
لا طبعا كل شيء بينطبق بالصحة الغذائية كل الأمرين. أوكي هلا أول شيء النصيحة إنه ما تستعملوا الأعشاب. يعني نحنا بنشوف على السوشيال ميديا واحدة قايلة إنه مثلا أنا نحيفة كتير الله يوفقكم مدري شو. طبعا الشعب كله أطباء كله بيقولوا لا جيبي حلبة وجيبي شمر وكلي وسمن. معروف انه في بعض الاعشاب بترفع هرمون الحليب ومعروف من اجداد اجدادنا انه نحن بنعطي الحلبه للمرضع لانه مدره للحليب لانه بترفع هرمون البرولاكتين. فلذلك الاعشاب لا تستخدموها الا باستشاره طبيب مختص طب البديل، ما تستخدموها لحالكم. أكيد يعني دكتورة بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبالنهاية أكيد الصحة والسلامة للجميع من سيدات أو حتى رجال. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك. هلا وين رح نروح فرح؟